وانضم إلينا حول ذات الملف السفير السيد أمين شلبي المدير التنفيذي السابق للمجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير سيد سفير، أهلا بحضرتك معنا في هذه الجولة من النقاش، ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، تنامي هذه العلاقات، تطور هذه العلاقات. هل تعتقد أنه يعني هناك نقطة معينة اختلفت فيها هذه العلاقات بين مصر وفرنسا الآن، وفرنسا تمر ب يعني عمليات إرهابية كثيرة، أيضا تعاني من تداعيات اقتصادية يعني صعبة جراء فيروس كورونا وما إلى ذلك، هل تعتقد أنه طفرة فعلا شهدتها هذه العلاقات؟ الحقيقة ابتداء يجب أن ننظر إلى زيارة الرئيس السيسي التي انتهت اليوم لفرنسا باعتبارها امتداد وتتويج لعلاقات ممتدة بين البلدين. ولعلنا نتذكر أن الرئيس ماكرون قد زار مصر في يناير 2019، وبين الزيارتين كانت هناك اتصالات ومشاورات ممتدة بين قضايا مشتركة. كان الرئيس ماكرون يهمه أن يطلع ويتعرف ويتشاور حول قضايا خاصة إقليمية مع الرئيس السيسي. إذا تابعنا الزيارة ووقائعها والنطاق الواسع من المسؤولين الفرنسيين الذين التقى بهم الرئيس السيسي وفي مقدمتهم طبعا الرئيس ماكرون، نستطيع أن نستخلص أنها جرت وسط تغيرات أبرزها جائحة كورونا واستمرار التوترات في الإقليم، ودوليا مجيء إدارة جديدة في الولايات المتحدة، ثم غيوم من التوتر في علاقة الأديان على أثر الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في الشهور الأخيرة. طيب إقليمياً قبل أن نتجاوز نقطة، اعذرني سيد سفير، بس قبل أن نتجاوز نقطة المسؤولين اللي قابلهم الرئيس السيسي في زيارته وحضرتك أشرت لمعظمهم، كيف رأيت لقائه بعمدة باريس أن إيدالجو والحديث معها؟ يعني عادة بتكون اللقاءات مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء، مع رئيس البرلمان، هو أيضا قابل يعني وزيرة الدفاع، لكن لقائه بعمدة باريس عمدة العاصمة، كيف لقيت يعني وجدت هذا اللقاء، خاصة أنه تم الحديث عن المشروعات القومية الكبرى، عن المدن الجديدة في القاهرة، فيعني ما الذي يمكن أن يخرج عنه هذا اللقاء أو ما دار فيه؟ شكرا يا دينا على إثارتك لهذا البعد الهام في الزيارة، وهو بعد لم يكن موجودا في زيارات أخرى. ولقاء الرئيس مع عمدة باريس نستطيع أن نقرأه في نطاق التغيرات التي تجري في إحياء العاصمة المصرية. وأعتقد أن النقاش قد جرى حول إمكانية استفادة مصر في هذا المجال من الخبرة الفرنسية في تطوير باريس ومؤسساتها وأحيائها. ولهذا فأعتقد أن هذا كان بعد هام فيه. على المستوى الثنائي أيضا جرت مشاورات حول قضايا والعلاقات الخاصة بالنقل وبالطرق والسياحة التي دعا الرئيس الفرنسيين إلى زيارة مصر، وأكد لهم أن مناطق الجاذبة في مصر شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان هي مناطق خالية من فيروس كورونا. أيضا على المستوى الإقليمي أتصور أنه كان هناك قضيتين بارزتين تهتم بهما كلا من مصر وفرنسا، الوضع في ليبيا، وكان ثمة توافق
على نقطة أن نقطة البداية هي خروج القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة باعتبروا التمهيد الطبيعي لبدء عملية سياسية تعيد الاستقرار وتعيد الوحدة لليبيا. القضية الأخرى هي قضية شرق المتوسط، والبيان المشترك الذي صدر عن قمة الرئيسين أدان الاستفزازات الخارجية، وهي الاستفزازات التي وصفها الرئيس الفرنسي بالعدوانية. فها هنا توافق حول تصور الوضع في شرق المتوسط وفي هذه المنطقة الهامة جدا لكلا البلدين. طيب يعني هذه النقاط أو الموقف الفرنسي من ما يحدث مثلا في شرق المتوسط، مما يحدث في ليبيا أو غيرها من يعني بؤر التوتر في المنطقة، هل يمكن أن نفهمه بعيدا عن الموقف الأعم والأشمل للاتحاد الأوروبي سيادة السفير؟ من المهم أن ننتبه إلى أن القمة المصرية الفرنسية جرت قبل أيام من القمة الأوروبية التي ستنعقد يوم الخميس القادم. صحيح. وأنا أتصور أن المواقف التي تحددت موقفين قوتين مهمتين مثل مصر وفرنسا في شرق المتوسط سوف تبدو وسيكون لها انعكاساتها على تناول القمة الأوروبية لهذا الموضوع. ولعلنا نتذكر أنه يجري النظر الآن على أن توقع القمة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا نتيجة لأعمالها واستفزازها في شرق البحر المتوسط. طيب يعني فرنسا عادة ما ينظر إليها سيادة السفير بأنها ربما يعني صورة ذهنية لدى فرنسا هنا لدى الشعب المصري أنها تختلف ربما عن القوى الغربية التقليدية والكلاسيكية في علاقتها بمصر، يعني هناك هذا الجانب الثقافي الفكري الممتد عبر عقود من أول يعني رفاعة الطهطاوي، طه حسين، توفيق الحكيم وغيرهم الحقيقة من عقول مصر المضيئة اللي استفادت من الخبرة الفرنسية ومن المعرفة الفرنسية والأنوار الفرنسية بشكل عام. الجانب الثقافي كيف يتم توظيفه يعني لأقصى تحقيق أقصى استفادة إذا كان على المستوى الدبلوماسي أو السياسي سيادة السفير؟ أستاذة دينا، أنت أثرتي بعد في غاية الأهمية في علاقات مصر فرنسا وهو البعد التاريخي والحضاري والثقافي، ونستطيع أن نرصده ابتداء من الحملة الفرنسية على الرغم من الاختلاف على البعد العسكري فيها. أيوة. إلا أن هذه الحملة حملت معها 100 عالم فرنسي مسحوا وغطوا كل جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية وتركوا عملا ضخما فيما يتعلق بتصور مصر اجتماعيا وحضاريا وثقافيا. وهناك العالم الفرنسي شامبليون الذي فك طلاسم حجر رشيد وجعل مصر وجعل العالم تتعرف على الحضارة الفرعونية. بعد هذا كما أشرتي أجيال من المثقفين والباحثين المصريين ابتداء من طه حسين وتوفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل وأجيال من الأساتذة المصريين الذين تلقوا تعليمهم في فرنسا ويحيى حقي وحسين فوزي وغيرهم من كبار المفكرين المصريين، كل هؤلاء تشربوا الثقافة الفرنسية والثقافة الغربية
وإن كانوا قد ظلوا أيضا محتفظين بطابعهم المصري وطابعهم وتراثهم القومي. فالبعد الثقافي بعد غاية في الأهمية بالنسبة بين البلدين. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير السيد أمين شلبي المدير التنفيذي السابق للمجلس المصري للشؤون الخارجية على وجودك معنا وعلى هذه المداخلة.